الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا هو اللقاء السادس من لقاءاتنا في شرح كتاب العلم من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال المؤلف عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الفجر ولا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيته غضب في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن خلفه المريض والضعيف والكبير وذا الحاجة. في هذا الحديث من الفوائد: الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى الواعظ ما يكرهه من فعل من يعظه وينصحه. وفي هذا الحديث قوله: لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، ما ذاك إلا لما فيه من الضعف، فإنه إذا طول الإمام في القيام فإنه حينئذ قد يعجز عن الركوع أو السجود ويزداد ضعفا عن اتباعه. وفي هذا الحديث من الفوائد: باب جواز شكي الإنسان إمام الصلاة إذا لحظ عليه ملاحظة، ومن ذلك تطويل الصلاة. وفي هذا الحديث أن الغضب إذا كان لله فإنه ليس من الأمور المذمومة. وفي هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التخفيف من الإمام في الصلاة بحيث يخفف قيامها ومع إتمامه الركوع والسجود. قال المؤلف رحمه الله: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أعرابي عن اللقطة، فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها. ثم والمراد بالوكاء الرباط الذي تربط به كيسة النقود، و العفاص الوعاء أو الكيسة أو القماش الذي يوضع في النقود. قال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها يخبرك بها بعفاصها ووكائها فأدها إليه، وإلا فشأنك بها استنفقها. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، تريد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فكيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. في هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على معرفة أحكام الأموال والتفصيل والتقسيم وبين حلها وحرامها. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد: غضب الإمام والواعظ في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد: جواز التقاط اللقطة. وبعضهم يرى أن ذلك من الأمور المشروعة التي يؤجر عليها الإنسان. وفي هذا الحديث أن من التقط لقطة وجب عليه تعريفها بعد أن يعرف
صفاتها. في هذا دلالة على أنه لا يجب دفع اللقطة إلى صاحب الولاية، وأن الإنسان إذا عرفها بنفسه كفى ذلك. وفي هذا الحديث مشروعية أن يعرف الإنسان الملتقط صفات اللقطة ليسأل من ادعى ملكيتها عنها. وفي الحديث انتفاع الملتقط باللقطة بعد أن يعرفها سنة. في الحديث أيضا أنه إذا لم يعرف صاحب اللقطة بعد سنة، بعد تعريفها لمدة سنة، فإنها تكون لمن وجدها ينتفع بها. في هذا غضب الإمام حينما يسأل عن مسألة، والظاهر أن غضبه صلى الله عليه وسلم إنما كان استقصارا لعلم السائل وسوء فهمه، إذ لم يراعي المعنى المشار إليه، فقاس الشيء على غير نظيره. وفي هذا الحديث جواز أخذ اللقطة من الغنم، وظاهره لم يذكر التعريف هنا، ولكن الصواب أنه لا بد من تعريفها، ووجوب التعريف سنة كاملة، قد حكي إجماع الفقهاء على ذلك. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين القليل والكثير في تعريف اللقطة وفي مدته، والأظهر أن ما لا تتعلق به همة الناس، همة أواسط الناس، لا يجب تعريفه ويجوز امتلاكه. ومن فوائد هذا الخبر أن العين الملتقطة يجب ردها إلى صاحبها بعينها أو ما يقوم مقامها بعد تعريفها. وقد فرق الإمام أبو حنيفة بين الفقير والغني، فقال الفقير يملكها ويستمتع بها دون الغني. وورد عن علي وابن عباس بأن الغني يتصدق بها ولا يأكلها، وقال مالك يستحب أن يتصدق بها مع الضمان، وقال الأوزاعي في المال الكثير يجعل في بيت المال بعد السنة. في الحديث عدم جواز التقاط ضالة الإبل لأنها تستغني بقوتها عن حفظها، خلافا للإمام أبي حنيفة. وقال الشافعي يجوز للحفظ فقط إلا أن توجد بقرية أو بلد، فيجوز حينئذ أن تلتقط للتملك. وفرق مالك في رواية عنه بين القرى فأجاز تملكها في القرى دون الصحراء. وفي الحديث من الفوائد أن ما كان يماثل الإبل فإنه يأخذ حكمه في عدم جواز التقاطه، والمعنى في ذلك أن كل ما كان يمتنع عن صغار السباع فإنه حينئذ لا يلتقط ويجب تركه، ومن ذلك البقر والفرس. وفي الحديث جواز التقاط الشاة إذا خيف إتلاف ماليتها على مالكها، ومثله ما لا يمتنع عن صغار السباع، ومثله ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة، فإنه حينئذ يؤكل ويضمن. والتعريف للقطة يختلف اختلاف الأحوال والأزمان. في الحديث جواز إطلاق لفظة الرب مضافا إلى بعض أنواع المخلوقات، ويراد بذلك المالك، كما قال رب المال ورب الماشية بمعنى مالكها وصاحبها. في الحديث جواز الحكم والفتوى في حال الغضب، لأن غضبه هنا ليس لنفسه وإنما لله جل وعلا. في الحديث أيضا من الفوائد أن الإنسان لا يملك
الضالة إلا إذا قام بتعريفها. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثروا عليه المسألة غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. فقال رجل: من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. في هذا الحديث من الفوائد غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، فيدل على جواز ذلك. في الحديث أيضا بيان ما يكره من كثرة السؤال في أمور لا يترتب عليها ثمرة، ومن تكلف ما لا يعني. وفي الحديث أيضا إثبات نسب هؤلاء الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أيضا النهي عن كثرة السؤال. سبب غضب صلى الله عليه وسلم هو كثرة سؤالهم مع ما يوجد لديهم من إلحاح في المسألة. وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز سؤال الإنسان عن نسبه إذا ترتب عليه ثمرة، فإن الناس كانوا يعيرونه في نسبه، خصوصا إذا وقع بينهم شيء من الملاحات ورد الكلام. وفي هذا الحديث فضل عمر وفهمه رضي الله عنه، أنه لا ينبغي أن يسأل العالم إلا فيما فيه حاجة للناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام فريقا على المنبر فذكر الساعة، فذكر أن فيها أمورا عظاما، فخطب خطبة ما سمعت مثلها قط. قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فأكثر الناس في البكاء، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، أي صوت البكاء. قال أنس: فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، أي قد غطى رأسه بثوبه، وأكثر أن يقول: سلوني. فقام عبد الله بن حذافة السهمي، وسهم قبيلة من قريش، وكان رجلا إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه أن يعير بذلك. فقام عبد الله بن حذافة فقال: يا رسول الله، من أبي؟ فقال: أبوك حذافة. فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: النار. ثم أكثر أن يقول: سلوني. فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، نعوذ بالله من الفتن. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسوءكم. ثم قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، أي تأخرت وتراجعت. فقال: عرضت علي الجنة والنار آنفا، ممتثلتين أو متمثلتين في هذا الجدار، يعني مصورتين فيه في عرض هذا الحائط، وأنا أصلي، فلم أرك اليوم منظرا قط أفظع في الخير والشر ثلاثة. في هذا الحديث من
الفوائد: جواز أن يبرك الإنسان على ركبتيه عند الإمام أو عند المحدث، خصوصا إذا وجد مقتضي لذلك. وفي الحديث ذكر أول وقت صلاة الظهر حينما قال: خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر. وفي الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا ظهرت عليه شيء من أمارات القلق والخوف. في الحديث الخطبة على المنبر. وفي الحديث التأكيد على الاستعداد للساعة. وفي الحديث الخطبة التي تلقى بدون أن يكون ذلك يوم جمعة ولا في يوم يخطب فيه. قال: ما سمعت مثلها قط، يعني في معانيها وفي بلاغتها. قال: لو تعلمون ما أعلم، أي لو كان عندكم علم ومعرفة بما سيقع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا لهول ما سيأتي. ثم قال: من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل، فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. في هذا جواز أن يقول الإمام ونحوه للناس سلوني، من أجل أن ينشر العلم. في هذا الحديث قال: فأكثر الناس في البكاء، فيه جواز البكاء. وقال: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين، يعني صوت البكاء، فجعلت أنظر يمينا وشمالا، فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه. لاف يعني أنه قد غطى. وفي هذا الحديث أيضا تجمع الناس في الموعظة. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز تغطية الرأس. وفي هذا الحديث طلب الفقيه والعالم من الناس أن يسألوه، وأكثر أن يقول سلوني. فقال عبد الله بن حذافة: وكان رجلا إذا لاح القوم، كان بينه وبين القوم ملاحات ومراجعة في القول، يدعى لغير أبيه، ينسب لغير أبيه حذافة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة في الاطلاع على حقيقة الحال: من أبي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبوك حذافة، وهو ما ينسب إليه. فدل هذا على خطأ أولئك الذين ينسبونه لغير أبيه. قال: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ أين سيكون دخولي في يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النار. فيحتمل أن يكون المراد بذلك الخلود فيها، ويحتمل أن يكون المراد أنه يدخل النار ابتداء ثم ينقل إلى الجنة. ثم أكثر أن يقول سلوني، فيه تكرار الكلمة من أجل أن تفهم وتوعى. قال: فبرك عمر على ركبتيه، أي أنه جلس على ركبتيه. فقال: رضينا بالله ربا، أي أقررنا وهنأت نفوسنا بأن يكون الله هو المتصرف في الكون. وبالإسلام دينا، وبالإسلام دينا، فيه الرضا بدين الإسلام، دينا يعبد الله به ويطاع الله جل وعلا به، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنرضى به فنصدق كلامه ونطيعه في أمره، ولا نعبد الله إلا بما جاء به. ثم قال: نعوذ بالله من الفتن. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال عمر ذلك، فنزلت هذه الآية: لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. في هذا التعوذ من الفتن. وفيه أيضا بيان ما يكره من كثرة السؤال ومن تكلف ما لا يعنيه. وفيه تفسير هذه المائدة. ثم قالوا: يا رسول الله،
رأيناك يعني ونحن نصلي شاهدناك، تناولت شيئا من في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت أي تراجعت. في هذا صحة صلاة صاحب الحركة اليسيرة في الصلاة. واستدل بعضهم بهذا على جواز رفع البصر عن الأرض في أثناء الصلاة، لأنهم قالوا رأيناك تناولت شيئا في مقامك، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الفوائد إمكانية عرض شيء مما في الدار الآخرة أمام الناس. وفي هذا الحديث حكاية الإمام ومن ينوب لما يقع في مثل هذه الحوادث. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. في هذا الحديث إعادة الكلام والموعظة والحديث في أثناء درس العلم من أجل أن يفهم ذلك الحديث. في هذا الحديث مشروعية السلام عند دخول الإنسان لدار غيره، ومشروعية الاستئذان، وأنه إذا لم يؤذن للإنسان في الثالثة فإنه لا يدخل عليهم. في هذا الحديث التأكيد على المعنى الذي من أجله جاءت هذه الأخبار، ومن ذلك أنه كان إذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا، والمعنى في هذا أن تفهم عنه. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، يعني عيسى إن كان من النصارى وموسى إن كان من اليهود، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله فاتقى ربه وأحسن عبادته وأدى حق مواليه من النصيحة والطاعة فله أجران، ورجل كان عنده أمه فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية تعليم الرجل لأمته وأهله. وفي هذا الحديث أيضا فضل من أسلم من أهل الكتاب. وفي هذا الحديث أن المملوك إذا أدى حق الله وحق سياده فإنه حينئذ يكون قد نال أجرين. وفي هذا أن من تقوى الله حسن عبادته، وأن من حقوق الموالي النصيحة لهم والطاعة. وفي هذا الحديث أيضا فضل من كان عنده أمه فأدبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها. في هذا نهي عن التطاول على الرقيق. وفي هذا فضل من أدب الجارية وعلمها. في هذا أن التعليم قد يكون حسنا وقد لا يكون كذلك. وفي هذا الحديث جواز جعل عتق المرأة هو صداقها كما قال أحمد وجماعة خلافا للجمهور. قال المؤلف وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ثم يخطب بعد. قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج ومعه بلال فصلى يوم الفطر ركعتين لم يصلها قبلها،
ولا بعدها، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، فلولا مكاني ما شهدته يعني من صغره، أتى العلم الذي يعني العلامة الذي عند دار كثير بن الصلت، ثم خطب قال: فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، فظن أنه لم يسمع النساء، فأقبل يشقهم حتى أتى النساء، ومعه بلال ناشر ثوبه، وقال: يا أيها النبي، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم: نعم يا رسول الله. فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة إلى حلقها تلقي القرط والخاتم، فرأيتهن. والمراد بالقرط حلي الأذن الذي يكون على شكل الحلقة. قال: فجعلت المرأة إلى حلقها، يعني مدت يديها إلى عنقها، تلقي القرط والخاتم. قال: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، ثم أتى هو وبلال البيت. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية صلاة العيد، وأن الأولى أن يصلي الإنسان العيد مع أصحاب المكانة والمنزلة. وفي هذا الحديث أن خطبة العيد تكون بعد الصلاة وليس قبلها، وأنه يبتدأ بالصلاة. وفي الحديث مشروعية الخروج لأداء صلاة العيد، وأن تصلى خارج البلد. وفي الحديث أن صلاة العيد تكون من ركعتين. في الحديث عدم استحباب التنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها. في الحديث أنه عند النداء لصلاة العيد لا ينادى بالأذان أو لإقامة، لأن الأذان والإقامة تختص بالصلاة. وفي الحديث أيضا تعليم الصغير العلم، أنه قد يدرك وهو في صغره. قوله حتى أتى العلم يعني البيرق، أو قال الذي عند دار كثير بن الصلت. قال ثم خطب لمشروعية الخطبة في هذا الموطن. قال: فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يعني يأمرهم أن يجلسوا ليسمع كلامه. قال: فظن أنه لم يسمع. فيه أيضا أن الناس في وقت الخطبة ينبغي أن يكونوا جلوسا. وفي هذا أيضا من الفوائد أن الإمام قد يفرد النساء بموعظة خاصة بهن. وفي هذا الحديث أيضا ذكر المنبر وذكر القبر وذكر مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إخراج صغار السن إلى مصلى العيد. وفي هذا الحديث موعظة الإمام للنساء في يوم العيد. في الحديث الترغيب في الصدقات والشفاعة فيها. الحديث حفظ أموال الزكاة. الحديث العرض في الزكاة، وأنه لا بأس به إذا تيقن من عدم وصول العبثة إليه. في الحديث جواز لبس النساء للخاتم وللقرط الذي يكون في الأذن. وفي الحديث جواز إفراد النساء بموعظة وحدهن. وفي الحديث من الفوائد مشروعية اتخاذ الثوب. هذا شيء مما يتعلق بأخبار هذا الباب. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.